النهارده ان شاء الله حلقه لوحدها للكريب بس، وهنوريكم بيخش في الحلو ازاي والحاجات المالح ازاي. العجينه اللي احنا هنعملها النهارده ان شاء الله تنفع للحلو او للحادق. نبدا بسرعه عشان نعمل الحاجات اللي قدامنا. انا محتاج بول كبير، ومحتاج كمان ان انا انخل الدقيق بتاعي قبل ما احطه يتضرب. انا جبت دي كده تتنخل، احط الدقيق بتاعي كله 250 جرام يا جماعه، على نص لتر لبن، ثلاث بيضات، ملح، ذره ملح. خلاص كده انا هعمل، وهنحط في الاخر شويه زبده، هنسيحهم كده نخليهم يفكوا بس، وهنبدا ان احنا نحطها عليهم. بس بعد ما بنخلص يا جماعه ضرب الكريب ده بنعمل ايه؟ بنسيبه يريح شويه، وبعد كده في مكان جاف، وبعد كده بنحط عليه الزبده وندمجهم مع بعض كويس. طبعا كله هيتعمل باليدوي، مش هنعمله هي طبعا هي دي المفروض ان هي بتاعه السكر البودره، وهنستعملها بعد كده مؤخر. بس انا لازم اعدي الدقيق بتاعي الاول من لازم يتنخل، يعني المفروض ان هو لازم يتنخل اهو. انا دخلت من فوق كله، خلاص انا بحاول اطلع، لاني المفروض ان انا بحط الكميه كلها. انا كده خلاص نخلت الدقيق بتاعي، وهعمل هبدا انزل اللبن بتاعي، احط الملح بتاعي عشان ما انساش، الملح ده اللي بيربط الحاجه ببعضها. انا هحط ذره ملح كده اهي، و هبدا ان انا احط اللبن بتاعي واضرب. يعني يا جماعه لو لقيتوه ماسك شويه ممكن ان احنا نزود سنه ميه بسيطه، لكن هو المقادير مش هتلاقوا فيها اي مشكله، هتلاقوها هي هي. ال 250 جرام يمشوا تمام مع نص لتر لبن، بضربه كويس ما يبقاش فيه اي حبات صغيره، ازود، وبرده نفس المساله. لازم يا جماعه ما الاقيش فيه اي حبيبات صغيره خالص بتاعت الدقيق دي، لازم يبقى المحلول بتاعي كله ناعم خالص، او يبقى سائل كله خالص، ما يبقاش فيه اي حبات اشوفها شايفها قدامي. انا نزلت كل اللبن بتاعي، وهضرب بقى كويس كده، نزل بقيه شويه صغيرين هنا كده، وبعد كده هضرب البيض بتاعي لوحده، وبعدين احطه مع، وبرده مع ان انا مستمر في ضرب الكريب بتاعي. دي طريقه سهله وسريعه، وفي نفس الوقت ممكن تمشيها مالح وحلو، وان شاء الله هنوريكم دلوقتي تمشي ازاي مالح وحلو. انا هعمل كده، و هروح ضارب البيض بتاعي، ثلاثة بيض اهم، اضربهم في نفس الشوطه دي كده، نفس البول اللي عملت فيه الدقيق، اللي كان فيه الدقيق بتاعي، بس هضربهم ضرب جيد يا جماعه. الاول هضرب البيض ضرب جيد الاول، وبعد كده هنزله
خلاص انا ضربته بما فيه الكفايه، هبدا انزل واضرب المحلول كله بتاعي مره واحده اهو، اضربه شويه حلوين عشان يندمجوا كلهم مع بعض. حطيت الملح بتاعي، ذره ملح، 250 جرام دقيق، 3 بيضات، نص لتر لبن، ستوب، مفيش حاجه تاني. انا هضربه كده واسيبه شويه يريح مني، وهسيح له شويه زبده، وابدا اعمل الحاجات اللي انا هحطها على الكريب بعد ما اصنعه. بيطلع كده يا جماعه، سايب شويه كده، انا هسيبه يريح، بس لازم اطمئن انه يعني يا جماعه الضرب لمده نقول 5 دقايق او 4 5 دقايق بالضرب زي ما انا بضرب كده، عشان ما يطلعليش اي دفيء معايا. وطبعا ممكن نستخدم طبعا مضرب الكهرباء عادي اللي هو بتاع ضرب البيت ده عادي، بس طبعا انا بعمل كميه بسيطه فمش محتاج ان انا اضرب بالالكتريك. خلاص انا كده يا جماعه خلصت الضرب بتاعي، وهحط ده على جنب كده هنا كده، وهبدا ان انا اجهز ليه كمان الحاجه بتاعته اللي لما هعملها اصنعه يطلع معايا. وهبدا ان انا اجيب شوطه كده، ابدا اظبط بقى الحاجه اللي انا هحشي بيها، او ان كنت هحطه في فرن هعمله مالح مع بشاميل مع شويه حاجات. انا هجيب انا سلقت السبانخ بتاعتي، هنزل كده السبانخ دي كده شويه كمان كده يعني كره صغيره، وبالسكينه بتاعتي هقطعها في الاول. انا كمان يا جماعه النوتيلا طبعا عارفين كلنا النوتيلا بنحبها والاطفال بيحبوها، انا جبت البطرمان عشان لما اجي احط ارش عليها يحصل ايه، تنزل تعمل اي اشكال انا عايزها لاي طفل بيحب الاشكال وهو بياكل. فانا حطيتها في ميه، سخنت ميه وحطيتها فيها، بعد كده هي لوحدها هتفك وهتبقى سائل لان انا عايزها سائل. هنا يا جماعه ريكوتا، او ممكن انا جبت انا هستخدم في الطبق ده الجبنه القريش، يعني مش هتقول لا مكان الريكوتا اللي ما يقدرش يجيب الريكوتا، طبعا هنعمل احنا مكانها جبنه قريش كده. هعجنهم كويس مع بعض اهو، اهي هحط الملح والفلفل بتاعي، ادي فلفل وادي الملح بتاعي اهو والفلفل وشويه جوز الطيب بسيط. خلاص انا مش محتاجه كمان، احط دي هنا كده وهبدا ان انا اعجن كده كويس. دي يا جماعه باستا او عجين او مخلوط، يعني هنقول امباستو، يعني اي امباستو، يعني امباستو تطلع على عجينه، اي عجينه بقى انا بعمل، انا بعجن حاجه مش لازم بعجينه اللي هي بالدقيق بس، لا دي اسمها امباستو برضو. خلاص كده انا خلصت دي، احط بس عليها شويه صغيرين من البرمجان، وانا شايف ان المعلقه مش سعفه معايا، انا هجيب شوكه افضل وافدخ كله مع بعض كده. انا كده عملت ايه، خلطه هحشي بيها الكريب مع البشاميل وادخله الفرن. خلاص انا كده عملت واحده
احط دي هنا كده واشيل بقى دول كده مع مش عايزهم وابدا اظبط. هنعمل الحلو، نجيب الحلو كده مع بعض والمالح بتاعي هنا. انا دي في الاخر ما احتاجها بس عشان احط في الفاصوليا اللي انا هدخله الفرن احط عليه رشه من الجبنه المبشوره، وابدا افكر في اني انا افك الزبده بتاعتي دي. انا خلاص ده انا شايف ان هو خلاص فك، هبدا ان انا انزل الزبده بتاعتي دي في كازارولا على نار هاديه او الكازارولا سخنه. يبقى انا استفيد بان الكازارولا سخنه، امسحها كويس، انشفها كويس عشان مش عايز اي ميه منها خالص، وابدا احط الزبده بتاعتي تسيح بسيط. انا هعمل ايه؟ هعمل انا عملت في الفاصل الكريب وسبت واحده عشان اوريكم يعني مدى ان هي سهله ازاي. قبل ما اعمل دي كده انا بس بطمئن الاول ان الطاسه بتاعتي اهي حتى بدات تدخن. بروح جايب حته زبده كده بسيطه احطها في حته منديل كده اهي، وبمسح الطاسه بتاعتي كده عشان ما تلزقش، وبحط وانزل المحلول بتاعي كله في النص كده. وما عليا الا اني بلفها بس كده يا جماعه اهي، اقعد اعمل كده لغايه لما تاخد محيط الطاسه كله بتاعي اهي كده اهو. الكليب اتعمل مفيش فيه اي مشكله خالص. احط هنا شويه دول عشان الفتحه بتاعتي دي اهي، تقدري تعملي كده عشان اكملها بس. خلاص الكريب بتاعي يا جماعه اتعمل. احنا النوع ده يا جماعه هوريكم كذا طبق ليه بيتعمل سيا مالح او حلو. طبعا قبل ما الفها لازم احرك كده اشوفها هي بتتحرك معايا، بتتحرك معايا يبقى خلاص ثابت ومش لازقه قبل ما الفها، عشان لو حطيتها ده بيبقى رقيق قوي طبعا تتقطع منك. لكن انا كده انا كده وباليتا او حاجه زي دي كده بروح نازل تحتيها كده واروح قالب. خلاص الكريب بتاعي نص دقيقه ويخلص. وهنبدا احنا كنا حضرنا الحاجات بتاعتنا، هنبدا بعد كده بقى نجيب طبق طبق ونوريكم ازاي الحاجه دي بتخرج سيا حلو او مالح. خلاص انا كده بصي الحركه اهي، حره الحركه يعني ايه، خلاص ما فيش مشكله منها. انا هسيبها هنا كل ده برد، هبردها بتبرديها على مكان زي كده. انا خلاص مش محتاج الطاسه بتاعتي دي في حاجه. ابدا بقى ايه بطبق الاول الاكل الحادق الاول. انا هسيب دي كده شويه وهجيب ادي واحده من عندي كده اهي، وهجيب واحده تانيه كده، شيل دي خلاص بقى عشان تبرد مع اخواتها. هعمل كده زي يا جماعه عارفين فكره الكانيلوني ده، يتعمل كانيلوني يا جماعه ازاي. انا عملت الخلطه بتاعتي دي، هاخد النص هنا وهحطه هنا والنص التاني. طبعا انتوا تعملوا كميه، انا بس بقول لكم الطريقه. انتوا طبعا هتعملوا كميه، هتعملوا اكتر من كده. بفرد كده خالص، ما وصلش للاخر يا جماعه، يعني انا ما وصلش للاخر اهو كده. ودي نفس المساله، واسع لنفسي كده، ودي نفس المساله كده اهي. بدل ما اعمل كانيلوني اروح اشتريه بكذا وغالي و و لا، انا هروح لافف الكانيلوني بتاعي اهو. ادي واحده ممكن اعملها كده عشان تبقى فاتحه من تحت،
وادي التانية بتاعتي اهي. وبروح جاي على البشاميل بتاعي واضرب البشاميل كويس واروح حاطط في الارض كده شويه واروح نازل عليه هنا كده. ادي نوع تاني، نوع جديد من ممكن تسموه زي ما انتوا عايزين، وبروح مرشرش كده عليه اهو. وبجيب الطماطم بتاعتي وارشرش كده عليه من هنا كده اهو، احط هنا دي كده اهي. طبعا انا بحط صلصه، ممكن تحطي صلصه او تفكيها شويه بالميه. ادي يا جماعه اول نوع احنا ممكن نعمله في البيت عندنا كحادق، وطبعا قبل ما بيخش الفرن بروح راشش عليه الجبنه بتاعتي. كله مستوي يا جماعه، كله مستوي، فده يخش 10 دقايق كتير حاجه تسيح بس خلاص بقى كانيلوني من الدرجة الأولى، حاجة جميلة وحاجة سهلة ومش مشكلة. نبدأ في النوع الثاني بتاع الحادق برضو، هنبدأ برضو حادق تاني. أنا هعمل كده وهفتح السوتليت بتاعي أو الجبنة الشرائح أهي، أعمل كده احط هنا كده واحدة وبعدين طري. يعني يا جماعة طبعا ما هنا ناس كتير جميلة بتعمل كريب جميل في مصر، بس هو بيتعبون رقيق وناشف، لا هو المفروض يبقى طري كده عشان احس بالعجينة، ما هو لازم احس بالعجينة، ما ينفعش ان انا هعمل كده. انا هحط اي شرايح لحمة أنا عايزها وهروح عامل كده وهروح عامل كده وهجيب الطبق بتاعي التاني وهحط ده كده وبرضو نفس المسألة، برضو هفتح من هنا كده. ده ممكن تدخليه الفرن برضو الميكروند بقى تسخين بسيط عشان بس يتاكل سخ، الأطفال هيحبوه جدا وحاجة لذيذة وطرية وسريعة. والعجينة دي يا جماعة هتتعمل مع الحادق ومع الحلو. أنا هحط دي كده وبرضو أخد شوية شرايح من اللحم، أي نوع لحمة عندي مقدد أو مجفف أهو، نفس المسألة هروح عامل كده واروح قافله بالطريقه دي واحط هنا كده واحط شويه حاجات من اللي انا حطيتها هنا كده. ادي الطبق الثاني بتاعي من الحادق، هنقول عليه الحادق خلاص كده، انا مش عايز دول. نبدا الطبق الثاني، ده سهل خالص برضو اهو. انا هجيب واحده من دي كده، هي سخنه اصلا يا جماعه. انا بعمل ايه؟ بروح حاطط في الطبق كده وهي سخنه، لو بارده بسخنها وبطلع بالنوتيلا بتاعتي او الشوكولاته وبعمل ريجه كده او خطوط بسيطه كده اهو اهي. خلاص انا عملت كده واروح قافل واروح جايبها في النص كده واروح منزل عليها برضو بنفس الطريقة كده برضو اهي. وممكن بقى انا اعمل كده كده نوع تاني، من اخد شوية سكر من هنا
كده وابدا ارشرش عليها كلها كده. اهي وارجع ده واروح جايب شويه كاكاو وبرضو نفس المساله اعمل كده. خلاص كده الطبق الثاني بتاعي اللي بالحلو عملته كده. ممكن انا العب بقى يا جماعه، بروح جايب صباعي وعامل كده مثلا، واروح اعمل كده كده، واروح عامل دي كده حاجه تانية اهي، اطلع شكل تاني للطبق. وممكن نلعب فيه العاب كتيره. ادي الطبق الثالث بتاعي، وهبدا اخر طبق اللي هو بالحلويات برضو بالمربى بتاعتي، سهل خالص برضو نفس المساله. هعمل انا كده وهجيب المربى بتاعتي والقشطه برضو نفس الكلام. المره دي لا، نحط الاول المرملاته بتاعتنا او اللي هي المربى يعني. بعمل كده اهو اهي، دي جميله جدا، هيموت فيها طبعا بالفراوله كمان. يا سلام لما هتحطي الفراوله فوق. ممكن يا جماعه الفراوله دي ما تشتروهاش لو البطرمانات دي غاليه. اقول لكم تعملوا ايه فيها، بتجيبوا الفراوله تحطوها في الفريزر تتجمد، اول ما تتجمد تخرجوها تاني وتحطوها في طاسه وتزودوا عليها كم من السكر كتير وشويه ميه ويعني نقطتين ليمون، وتسيبوها تغلي لغايه لما تتقل خالص، بقت صوص حلو بتاع انا هعمل كده وهجيب الطبق بتاعي ده طالما حلو، وهروح اعمل كده برضو وحاطط ده احطه هنا قدامي، واجيب الثانيه اخر واحده اهي برضو نفس المساله كده، و كده اهي، وكمان ده برضو ده مغذي جدا جدا للاطفال وهياكلوه بحب. بقفل وببطط كده واروح اعمل كده واروح حاطط ده كمان هنا، واروح عامل نفس المساله اللي انا عملتها كده، وكمان القشطه جنبها كده اهو. بكده يا جماعه احنا خلصنا الحاجات بتاعتنا، الاطباق بتاعتنا. الكريب حاجه يعني يخش في كل حاجه، عندنا منه الحادق وعندنا منه الحلو، بالنوتيلا الشوكولاته اللي هي السايحه، وممكن نعمله بالقشطه والمربى، وممكن انت تخترعي بقى تحطي اللي انت عايزاه فيه، ممكن تسلقي خضروات وتحطيها. يعني اتمنى ان الاطباق دي النهارده بتاعتنا بتاعت الكريب تكون عجبتكم، جربوا المقادير بتاعتنا ان شاء الله هتلاقوها كويسه، واتمنى لكم حظ سعيد مع الاكلات الايطاليه والتستات اللي هي بنحاول نوصلها ليكم.